يبصرون وسلام عليه ما ندى فمن لم تدرك لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم Var var. Bir Kur'an'ı verin. Uzun verin bir tane uzun başına. Başına gerek yok. Kapak gelmiyor. Kapak gelmiyor. قالوا ربنا يا ربنا لنا علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إنكم كيف بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيها فهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تسألون وما تأتيهم من آية من آياتهم بهم إلا كانوا عنها معرضين استوى اليوم بما كنتم تكفرون
يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما فهمها مالكون وذللنا لهم الأنهار كل ما منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند مهترون فلا يحزن قولهم لا نعلم ما يصرفون وما يولون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي نظام وهي رميم ويحيي الذي انشاها اول مره فمن كل حظ عليم الذي جعل لكم من الشجر اخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم فلا بل الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlahi ya Rabbi, hamd ile sözümüze serifat ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Elimizi açtık, boş verme ya Rabbi. Ruhumuzun duası, hayatımızın ziyası, kurut adısı. Yasin-i Şerif'i okuduk ve dinledik. Dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Okunun Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı. Evvelen bir zat, Hade-i Kaina, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin pak aziz olan ruhu şerbeni hediye eyledik. Şu anda haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dertli kullarına devalar, hasta kullarına şifalar, boşlu kullarına edarsane eyle ya Rabbi. Dönür dönülmez kazalardan, belalardan, musibetlerden koru ya Rabbi. Arkamızda bıraktığımız evlatlarımızı iman, din, peygamber, Kur'an-ı Kerim yoldan gidenlerden eyle ya Rabbi. Kabir aleyhillerde, şeytan aleyhillerdekinden emin eyle ya Rabbi. Kaba konduğumuzda münker ve nefir gelecektir. Rabbin kimdir diye soracaktır. Mümin de söyleyecektir. Dolayısıyla kullarından eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek dur ve gecelerde kimseler tarafından anılmayan, bize de bir Fatiha söyleyecek yok mu diye bağırsan, Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarını bağırsatıp sen kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bilhassa aramızdan ayrılan, Darul Fena'dan, Darul Bekaya intikal eden merhum İbrahim Beytaş'ında kabileni pürnür, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amelini makbul, zemileni mağfur, günahlarını bahçe ya Rabbi. Kabileni cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizi dünyada vatansız, kabirde kefensiz huzurunda imansız etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimize şeytana ve şeytana benzeyen insanları eline bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, suçlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret et Allah'ım. Allah'a kul, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e buyur ki kendini şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resul gerek sana kapanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Tekabbel minna bi hürmetil Fatiha. Allah-u Teala rahmet eylesin. Genelde saatlerimiz her zaman olduğu gibi. Biz saat olsunlar. Geç yağmurdan ayır. Biraz uzak olalım. Allah-u Teala rahmet eylesin.